كنصفح الدراري مواقع التواصل الاجتماعي، كنضرب جوله استكشافيه كالعاده الدراري، فاذا بيا كنشوف واحد هيجان، واحد مبلبل الدراري، انتم راكم فاهمين الدراري، ضجه صراحه الدراري، واحد كيستريمي الدراري سب الادغال الافريقيه الامازيغيه. هذا مسون موال، علاش؟ لاننا حنا الدراري واش فهموا واحد القضيه، حنا تنعيشوا في بلاد، ماشي خلينا من مدينه كازا الرجاء والوداد، طلع عليا طلع عليك، ضربناكم طنت عدنا معاكم فرقناكم، هذا الشيء بوحده. ولكن باش في بلاد ونوضعوا العروبيه يضربوا مع الشلوح، ما جاتش هذا صاحبي، باش ينوض واحد يلوح لكم السنبل ويشعل لكم واحد الشراره ديال البلباله، ما مقبولاش الاخوان، حنا اولاد مغرب واحد صراحه. وهذيك الهضره واش قالها هو كيعنيها ولا ما كيعنيهاش الله اعلم، يقدر يكون كان تحت تاثير البربوقه، حيت هو ملي كيضرب واحد بربوقه ما كيبقى عارف والو، كيبقى يشاقي ويلاقي، راه مسكين الشو ضرب بربوقه راه دخل منجي ضرب الكالابوس، اذا كيبقى التاثير ديال البربوقه هو السبب. ولكن هو بعد مسحة خرج قال شي حاجه ولا ما قالهاش فما عرفش. اما من واحد الناحيه اخرى الناس الامازيغ الدراري الجود والكرم سولوني هنا عليهم، شي لا ذكرت شي حاجه على الامازيغ وما نتهضر، اذا ما كاين والو. انا سافرت عند الناس وعشت معهم واحد التاريخ وتراث وشفت بعيني، واستقبلوني ضيافه مسكن فهمتي، ماكل مهم دايزه معاهم هو عشره بالروش ولا شنو، والضحك والنشاط والحياه النقيه، وتمشي عندهم ضيف وربي تيفضلوك على واحد من الاسره اولا العائله، هما تكبروا بالضيف اقسم لكم بالله العظيم. عيطت عندهم اربعه ديال المرات، لا ثلاثه ديال المرات، جوج مرات في اكادير ومره في تيرودانت، واستقبلوني وعيشه ودايزه مبلبله والضحك والنشاط والكران وملعوبه الدراري بالرجول. الجود والكرام كنقولها ونعاود نقولها ونزيد نقولها، لان شي شو بعيني ما يعاودوش ليا عليه الناس، شي حاجه كانوا يقولوا لك الشلح سقرام هذيك تخربيقه خرافه اخترعها شي هايطوكي شي مكمطن هو اللي اخترعها، حيت انا مشيت عندهم وشفت بعيني. وعاوتاني حنا نشوفهم واحد الناحيه اللي عميقه الدراري بالرجول، هو هنا هنا في كازا الدراري، حنا نهضروا على كازا المدينه الكبرى، المدينة العظمى في البلاد بالرجولة، كازا شكون اللي محركها؟ سكان الأمازيغ، الناس الأمازيغ الأحرار هما اللي محركينا، هما اللي عندهم الحوانت، هما اللي كيديروا كيديروا مع كريديات، مالك ما كيديروش مع كريدية، كيكريديو عليك وكل شيء وعايش معاهم الحياة النقية، صبر عليك الشوي صبروا عليك يا معلم، ما كاينش شي عروبي يدير حانوت، إلا كاين شي عروبي يدير حانوت فإنه فئة قليلة جدا ما تيقدروش عروبية الحوانت، هذه حقيقة نقولها الدراري. حنا أنا واقع الشنطن بالرجوله، الناس الامازيغ كيصبروا على الناس بالرجوله، وهما اللي شادين الحوانت هنا في كازا، نهار كيسدوا في العيد، العيد الكبير هو خير ودليل الدراري، شي نهار العيد الكبير ملي كيمشيو هما كيسافروا، كيمشيو لبلاداتهم يعيدوا مع اولادهم ووليداتهم، كازا كتخوى صفار لشطش، والو، لا وحش يطير ولا طير يسير، لا طير يسير ولا طير لا وحشوني تما نحبكم مالكم اصاحبي عيشوا معنا بالرجوله. وتحيه للاخوان الامازيغ ولكل من هو امازيغي حر يبان عندنا في شكل مواطن انا ويخلي لنا شي لعيبه بالرجوله، وافتخر بكونك امازيغي، فكلمه امازيغي وحدها تكفي. كانت لي الدراري البارح روبين هذه الكوزينه او واش هو الدراري روبين مسكين من مرك جا وطردك كيسحب راسه وهاي كاك عين ترى شناهو اليوم شناهو او ما هي مشكله وتيودي الموطن فاري حبه ماشي دير وانا ناخذ. ولكن قبل ما نجي نخدم هنا الدراري شنو هو درت؟ مشيت عند ربعه ديال الدروكريات الدراري كتبع 500 درهم 800 درهم 600 درهم كيفاش 600 درهم بحال 400 درهم 600 درهم روبين بحال هذا كيحسبوه بالثمن الروبين. ولكن انا اليوم جيت هنا ديال السبيت وانا نقبض الروبين الدراري شي دور شي تلوب بالروبين كما كتشوفوا انتم هو لعبه شي ديال الابطال اللي جا الدراري فهمتيني روبين مطق ضرب الكوزينه دوري جينو مرودي شحال الدراري 70 درهم في الاول قال لي 150 وما ندقدق معاه لعبت لعبت فهاد الركن الدراري هنايا في هاد البلاصه في هاد الجوطيه في السبيج الدراري ورجوله اصطر تبلبل هادشي علاش عند هنا الدراري تلقى شي بياس عبر القارات الدراري عشان هنا بيع وشري كيجيو من كيسافروا عبر الزمان ماشي كيمشيو للمكان وما فهمتش كيجيبوه تقدر تلقاه هنا من الصباح ديال علاء الدين بروجول الثمن جد مناسب الدراري زوين واش طابليط قلبه قلبه تا شري الله قلبه ولا تقلبها تلقى خداه قلب لعبه ايوا قمط هي هز هز هادي اللي عجبك فيهم فين تقول قلب هز طور وري من اللعيبات طور هنا طن هنا معلم لا لا الدراري جاو الجوطيه ما تقدوش لعيبات الدراري ما تقدوش لعيبات وكاين واحد بلوم مزيان انا بغيت قلبه الدراري انايا واعر في التقلابه شي ديال الفنون وافي اش بالك؟ يا
بغيتش عارف كاين اشد قصريه الدراري مهيبه شو ها مهيبه وانما كدفق البلول شو الدراري ايه قصر اش بغيكم الدراري نقنق حب نخفها بشكل ها وهذا الدراري الصباط ديال مستر بين وهذا الدراري دوز حب وتشاري خو تورات ديال بلبلها بلبلها اول مره غنشوف قراب ما عندوش جلد ديال المعزه شنو جلد ديال المعزه دواز وتما راه قراب الاول الاول جاي بودي زاد هادي غاد وز غادي غرات المهم بنادم راعي الحمد لله اللهم لك الحمد الله يستر الله يحفظك الدراري خذتي كره شحال الثمن شو نجيو ليه الهوش الله يسلمك لعب بها ميس يا ديك لا 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 اش نقول لكم الجوطيه التاريخيه دي مزايا بياس الالعاب وبنوات الدراري ماشي شي حاجه نب كاش مناس كارت قوات وتقطعي الحياه ماشي ملعبه شوش جرو ولا لاعب شي تما طق الى هو البنوات واللاعب كاين شي هنا كذا هذاك الدراري كونوا معايا على قراص باش نلعبوه هوب هنا ممنوع غلط الدراري تغلط هنا طاشي حفره هنا غادي نبدا علينا ابرد هوب وي ها هانجي داكشي وسط التعلق بحب بحال السهليه صافي هانجي هاي حفره حنا غادي لا الدراري هنا من هون اقلم من الاجواء برا وجوا يعيشوا معايا هنا غادي ندير فيلم خور ديال الرعب هنا غادي ندير فيلم ندير فيلم الرعب انا قربت الدراري اصبر ديما ما معاونينيش بهاد الحرام هوب الشمريد ولا غلايد اقول ليه انت معاك النينجا ملعوب هوب زيد قربت يلا قلاوه شو يلاه تا والو تا قلت لك سهليه كنت تعلق محبه الادغال نبغى نقطع دوخا ما كيبان لي والو ولكن ايش هو معايا هوب هبوط كنت مجي هنا البحر السعاده هاد الحابس هذا الدراري هذا بغى يشد ضد مع فاطمه هو قرب درهم كل واس بدرهم علاه كل شيء بدرهم علاش درهم دراوس بقى وداعي كل شيء يكمل وفاطمه علاش بدل شوف فاطمه قارب 40 تملي فيه قارب 40 تملي فيه علاش والاسم وقارب 40 حش درهم بروموسيون ناري قال طب موغل شوفوا عايز سبع كامله تجي تقدم على درهم القارو ورقتهم مرحبا بك قارو باش ورقتهم